نصيحة المثمر، ناخذ العبرة من الخبرة. هذا النهار كنا نتكلموا على طريقة صحيحة لتطبيق سماد العمق من أجل الأشجار المثمرة. إذن بعد ما كنكونوا درنا تحاليل التربة وحصلنا على النتائج ديالهم وخدينا بالتوصيات ديال نتائج تحاليل التربة من ناحية التركيبة اللي صالحة للأرض ديالنا بالضبط، كناخذوا الكمية اللي عندنا في كل هكتار وكنقسموها على عدد الشجر اللي كاين عندنا في الهكتار، يعني 10,000 مقسومة على المسافة ما بين الصفوف، المسافة ما بين الأشجار كتعطينا عدد الشجر اللي عندنا في كل هكتار، يعني الكمية اللي عندنا موصى بها كنقسموها على هذاك عدد الشجر باش كنعرفوا شنو هي الكمية اللي خصنا نحطو في كل شجرة. إذا من بعد كناخذوا من الوحدة من السماد اللي خديناه من الوحدة الذكية للسماد الممزوج، كناخذوا يعني الكمية اللي حصلنا عليها من بعد ما درنا هذاك الحساب، وكان نديروها يعني في الحوض ديال الشجرة كما كتشوفوا هنايا، يعني في المنطقة اللي كتكون واصلة لها الشبكة ديال الجذور ديال الشجرة. بهذه الطريقة هذه يعني كتاخذ ديك الكمية وكتوزعها على واحد العمق ديال واحد 5 حتى 8 سنتيمترات. بهذه الطريقة هذه دايرة على الشجرة كاملة، يعني من بعد إخواني الفلاحة ما كتوزع هذه الكمية كيخاصها تكون مغطية بالتراب، وكيخاص تكون الكمية ديال السقي اللي في هذه المرحلة هذه الأولى كافية باش أن يعني المنتوج اللي جبنا يتم الذوبان والتحليل ديالو وتستفد منه الأشجار بطريقة مستحسنة. شكرا.